النادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وده بعد الفوز على بيراميدز 3-2 في الدوري الممتاز. عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران للوقوف على بعض الأمور الفنية، وخاض اللاعبين اللي لم يشاركوا بلقاء بيراميدز تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف المدير الفني، واختتم كولر التدريبات بتقسيمة. سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أبدى فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران واللي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بلدية المحلة في مسابقة الدوري. كمان واصل مصطفى الزناري مدافع الفريق البرنامج التأهيلي المخصص ليه من الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة اللي كان بيعاني منها. وفريق سموحة حقق الفوز على نظيره فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز، وبالنتيجة دي بيرتفع رصيد فريق سموحة للنقطة 45 محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما توقف رصيد فريق البنك الأهلي عند النقطة 33 محتلا المركز 12. منتخب اسبانيا خاض مرانو الاخير قبل السفر لبرلين لمواجهه منتخب انجلترا في نهائي بطوله كاس الامم الاوروبيه يورو 2024 على الملعب الاولمبي. شهدت التدريبات مشاركه جميع اللاعبين باستثناء الثنائي بادري وايوزي بعد خروجهم من قائمه نهائي اليورو بسبب الاصابه. كمان منتخب انجلترا خاض تدريبه الاخير في معسكر الفريق في بلاكنهاين قبل السفر لبرلين لخوض المباراه النهائيه لبطوله كاس الامم الاوروبيه 2024. شارك امبارح جميع لاعبي المنتخب الانجليزي البالغ عددهم 26 في التدريبات الكامله. نادي بشكتاش التركي أعلن ضم إيمولي نجم فريق لاتسيو لمدة موسمين بتنتهي في صيف 2026، وده بعد ما قضى 8 مواسم في صفوف الفريق الإيطالي. كمان نادي نابولي الإيطالي أعلن تعاقده مع المدافع أليساندرو بونجورنو قادما من تورينو، وده خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقع اللاعب عقد مع نادي نابولي لمدة 5 سنين عشان يستمر مع الفريق لغاية عام 2029. كمان نادي انتر ميلان الإيطالي أعلن تعاقده مع المهاجم مهدي ترمي بعقد لمدة 3 سنين في صفقة انتقال حر في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وده بعد نهاية عقده مع ناديه السابق بورتو البرتغالي.